عمرك تخيلت كده ولو للحظة لحظات موتك هتبقى عاملة ازاي؟ بداية وقبل اي حاجة انا بعتذر لاي حد الفيديو ممكن يكون صعب عليه شوية، بس صدقني ده ممكن يفوق قلبك من الغفلة اللي هو فيها في وسط زحمة الحياة وانشغالنا الكبير عن تربية نفسنا اللي جوانا دي وتنقيتها وتعلمها ازاي تقرب من ربنا. للأسف في الوقت اللي احنا فيه دوت الا ما رحم ربي، كان لازم اجيلك بفيديو ينفضك من جوه كده ويقولك فوق، انت في يوم من الايام هتتحط في الموقف ده. تعالوا بينا نشوف الفيديو. طبعا ده واحد واقف في شغله تقريبا، ده مكان شغله، واقف عادي خالص. مرة واحدة هنلاقيه ونلاحظ ان هو بيشوف حاجات احنا مش شايفينها، بعده او بيطارد حاجة او حاجة بتطارده وهو بيدافع عن نفسه. لا حول ولا قوة الا بالله، 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 لا حول ولا قوة الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهو على فراش الموت: لا اله الا الله، ان للموت لسكرات. يا رب هون علينا يا رب سكرات الموت، اللهم امين. فكرة انك تسيب الدنيا وتمشي دي اصعب حاجة في المستقبل الواحد ممكن يفكر فيها، بس كتير مننا مش مدرك المعنى ده. امتى وازاي فين مش عارف. هنيئا والله لكل واحد بيخاف يظلم حد، لكل واحد بيخاف ربنا في تعاملاته مع الناس، هنيئا لكل واحد لسه متمسك بحلاله وحرامه، هنيئا لكل واحد لسه بيدور ايه اللي يرضي ربنا واعمله وايه اللي يغضب ربنا وابعد عنه. هنيئا لكل واحد لسه بيعمل كده. كلنا يا صاحبي ماشيين، والله كلنا هنسيبها وماشيين. الفايز بس اللي عرف ازاي يعيشها صح زي ما ربنا سبحانه وتعالى اراد. خلي بالك من دينك، خلي بالك من دينك، ركز على الحلال وامشي وراه، شوف الحرام وابعد عنه. مفيش حد هيشيل شيلتك، انت هتقف قدام ربنا لوحدك، ذنوبك هتتسأل عنها لوحدك، حسناتك هتاخد اجرها لوحدك. كل اللي عملته في الدنيا 60 70 50 20 زي ما شفنا في الفيديو، ايا كان عدد السنين اللي انت عشتهم هتتسأل عنهم لوحدك. فلوحدك اما هتنعم او هتعذب. ربنا يحفظنا جميعا يا رب، اللهم امين. بس يا صديقي ده كان الفيديو بتاع النهارده. اوعى تنسى صيام 2 وخميس من كل اسبوع اقتداء بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى وردك اليومي من القران. اوعى تنسى قيام الليل كل يوم ولو ركعه واحده بس يا مؤمن قبل ما تنام. اشوف وشك ان شاء الله في فيديو جديد. يلا سلام عليكم. يا دنيا.